متوتر كذا. يلا ها كمل لي تفضل. كيف دخلت اول شيء قبل اتكلم عن امر السوشيال ميديا انا بوجه نصيحه اكيد تفضل لاخواني وخواتي، احذر كل الحذر انك تسب او تظلم متسابق. احسنت يا سلام. ترى ما بينه وبين الله حجاب اذا رفع يديه ودعا عليك. الظلم ظلمات، يعني احيانا تقرا في التاج كلام فيه سب فيه اسفاف، ترى يرفع يديه ويدعو، ترى دعوته مستجابه لانه مظلوم. نعم. فاحذر كل الحذر. اما دخولي في السوشيال ميديا، طب ابي اعقب شيء قبل لا تقول. تسمع تفضل يا تاج راسي. يا حبيبي والله النقاش بيكون متحضر مع الشيخ فرح. ماني قادر اتقمص الشخصيه مع الشيخ فرح، مش عارف ليه. خذ راحتك خذ راحتك. طيب بص، يعني تعقيبا على كلامك طبعا، والله يمكن يكون الشخص هذا اللي انت تتريع عليه او تقطق عليه او تكتب له شيء انه تمزح عشان مثلا شخص ثاني مثلا انت تحبه مثلا، هو صار بينهم شيء، يمكن هم بينهم وبين بعض يمزحون ويتكلمون عادي وانت تشوف الموضوع من منظور بس الشاشه. يا سلام. او مثلا انت ما انت عارف ايش اللي داخل كل واحد فيهم، فتحكم حكم يعني كانه زي ما بنقول تحكم على كتاب من غلافه، وتحكم حكم سريع بدون ما تكون جلست وسمعت وتاكدت وزي كذا. وهذا الشيء الله عز وجل يحاسب عليه. والله والله يا جماعه هذا نوع من انواع الظلم. يمكن شخص يكون الموضوع هذا ياثر عليه نفسيا جدا جدا. فاهميني صح ولا لا؟ اي والله بجد والله مش بهزر. اي والله يعني دلوقتي لو احد فيكم مثلا اخذ الجوال مثلا وشاف احد مثلا يطقطق، صراحه يفرق معك ولا لا؟ شوف انا بقول لك صراحه، انا بقول لك انا كان يجيني سب ويجيني يوصل يمكن لابوي ولامه وفي التيك توك. ليه؟ ولا يعنيني، خلني يعني ما يعنيني ولا يهز عندي شعر. لكن هنا بعض المتابعين يبهتك يظلمك يتكلم في كلام فيه ظلم لك. نعم. هذا اللي انا ما اقدر اسامح فيه ابدا. الشيخ فلاح ما يسامح. والله ما اسامح. يا الله. وانا احيانا اقسم بمن احل القسم اني احيانا في بعض الاحيان اذا شفت تعليق ترى بيجيكم يوم القيامه يقول لك سامحني. والله العظيم وتالله وبالله ان في احيانا بعض التعليقات اذا شفتها اني ما اقدر اتحمل نفسي واني اقول اسال الله ان ينتقم منه. اي والله. والله انا بعد اقسم بالله. يا الله. اقسم بمن احل القسم ان في بعض الحسابات اقسم بالله العلي العظيم اني ادعي عليها احيانا في سجودي. لا اله الا الله. يشهد الله علي. والله ما تلوم. فين التسامح؟ والله لا تلومه يا ابوي. شوف انا التسامح فين انا ما عندي مشكله. شوف التسامح العفو عند نقدر يا اخي. التسامح بفرصه الله عز وجل اعطاك اياه. يعني شوف التسامح فعل فاضل عظيم. نعم. لكن انا من حقي اني اذا حد ظلمني يجوز لي اني ادعي له ندعي عليه. يجوز. بس ترى اقول لك شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان متسامح. يعني احنا ناخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوه. حلو، النبي صلى الله عليه وسلم قدوه، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو على من ظلمك؟ هو شوف انت من حقك ان انت ما تسامحش، بس شوف. الافضل انك تسامح. شوف. لا شوف اللي رجله في المويه مو مثل اللي رجله في النار. لا شوف لا صدق والله. يعني شوف انا اكثر شخص لا لا انا ماني ميل. لا تتكلم عن مين؟ لا ماني ميلك انا. في بعض الناس يقولون نفس الكلام اللي انت تقوله. ما هذا مش كلام. أيوة. حقيقه. ايوه انا شخص شوف انا شوف. اكثر شخص انا بقولها وقدام الجمهور واللي يتفرج، اقسم بالله يا شيخ فلاح اشهد الله عز وجل اني من يوم دخلت السوشيال ميديا الى هذه اللحظه فين رايح؟ مكيف والله حر. لا يا شيخ يا ساتر يا فلاح. فلاح تعال تكينا. والله حر اقسم بالله. هذا نزل المكيف عليه وجلس. لا حلو. تعال تكينا يعني اقسم بالله. المفروض يكون في نقاش متحضر، تجلس كده على الكرسي هنا ولا تجلس مع الشيخ فلاح وتحضرنا وتتكلم معنا. والله بدينا والله حر. لا برد رجال نقاش. ترى هذا امر. اسمعني وليد انت قاعد تتكلم مع فلاح. اها اذا محتاج تسير. لا تعال مهم النقاش بالنسبه لك. النقاش ترى مهم. لا والله اني اسمع. والله مهم. هل 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 انت حسيت اني احس بفلاح؟ تعال انت كمان لك دور على فكره. انت كمان لك دور والله. تعال طيب تعال تكفى وليد. اقول طف المكيف. شوف كيف لا تضطرني اسوي شيء. شوف البطانيه. لا تضطرني اسوي شيء ماني مش عايز. لا تقعد تهدد وليد. طبعا اسلوب التهديد ما احب. قال اسلوب التهديد ما احبه. تعال تعال اجلس. هاي شيخ فلاح. اي نعم. لكن انا قلت بقول لك اسال الله عز وجل ان انا
بالرغم من كل الانتقادات اللي جاتني في حياتي وكل الظلم اللي تعرضت له وكل المسبات وكل الكومنتات السلبية وكل الناس اللي تدخلت في نيتي واللي ظلموني واللي كان كل هذول أنا أشهد الله إني مسامحهم أمام الله عز وجل. وسامحتهم ليش؟ لأن أنا يعني مش الشخص اللي بيشيل من غيره. حسنت. وعشان أكون مطمئن نفسيا. والله ترى هذا صح. الزعل ولا وإنك تزعل من أحد وتجي تستدعي عليه هذا قبل لا يتعبه قبل لا يعني يعطيله ضرر هذا يضرك أنت يتعبك صح. نفسيا أقسم بالله أنت إذا تحقد على أحد مثلا ظلمك وهذا حقك يعني أنا مش بقولك ده مش حقك بس أنت حتى لو هذا حقك أنا من رأيي الشخصي لا ما أنا طيب. أسامح أفضل طيب أنا أشهد الله أني عفوت عنه الله أكبر أنا كنت سبب؟ اي والله الله يتقبل انا اشهد الله اني عفوت الله عليك يا شيخ فلاح لكن ابي اقول شيء مهم لا تظن ان الكلمه اللي بعض الناس ترى ينطر كلمه ما يدري ترى يمكن تدمر حياتك والله فرحتني يا شيخ فلاح والله وانا قادر اتخطى الله يعزك وانت طب خليك شيخ فلاح خلص بعدين بنروح لك انا شوف تجرح وقد يمكن تدمر شخصية رجل أو شخصية بنت تدمر حياتها كل بها بكلمة واحدة. نعم. لكن أنا أتكلم عن نفسي. والله معك. لكن أنا أتكلم عن نفسي أنا والله ما يأثر فيني. طب ليش ما تسامح أجل؟ لا بس أبي أعلم الناس إن ترى الأمر مو بسهل. نعم يكون دخله على النفسية مش أفضل. الأمر الثاني أنا في السوشيال ميديا من عام 2018 تقريبا 19 كنت في السناب شات. ما شاء الله تبارك الله. بعدين دخلت. 2018. والله زمن عمر ده بعدين دخلت التيك توك إيه كنت تسوي مقاطع دينية أظن صح ولا لا؟ طيب. إيش أول شيء شجعك؟ يلا بسمعك عندي تعليق